صبحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي شمس البحرين اللي يطل عليكم يوميا من الأحد لين الخميس، وفقرة جميلة خفيفة لطيفة في انتظاركم مشاهدينا مع هذه الأجواء الصباحية الجميلة. واليوم نسمة هواء، ومثل ما تشوفون أوراق الشير وراي تتحرك، حلو الهواء في هذا الصباح يخلينا نستشعر وايد أمور جميلة في حياتنا. مشاهدينا نبتدي ونبحر في فقراتنا ومع أول تقرير عن المملكة العربية السعودية، حيث تحتوي المملكة العربية السعودية على عدة مناطق تشكل واجهة سياحية جاذبة، ومن أبرز هذه المناطق هي منطقة أبها، حيث تتمتع أبها بطبيعة ساحرة وخلابة. خلونا نشوف معاكم تفاصيل أكثر وأبرز عن أبها وأبرز الأماكن السياحية فيها من خلال هذا التقرير. السياحة في أبها. أبها عروس الجبل وسيدة الضباب، تعد واحدة من أبرز المدن السياحية، وتقع أبها على جبال الحجاز أقصى جنوب غرب المملكة العربية السعودية. ومن أشهر أماكن السياحة في أبها ممشى الضباب، يكمن جزء من السحر إلى أبها الغنية بالمعالم الطبيعية الخلابة في مشاهدة ضبابها الذي يتغلغل بين جبالها ويلامس أراضيها في ممشى الضباب الممتد بطول 7 كيلومتر وسط لوحات بانورامية يظهر فيها أفق الطبيعة الخضراء للجبال. حي البسط الأثري. يحتفظ حي البسط الأثري بالطابع التراثي القديم كأحد أقدم التجمعات السكانية في أبها، إذ يعد من الأحياء القديمة التي تكونت منها المدينة وأكثرها ثراء بالمباني والقلاع والمعالم الأثرية، محتفظاً بوجه أبها الأول وتفاصيل حياة الماضي لمجتمعها المحلي، فيما تكشف لك الجسور الأثرية عن حقبة زمنية من تاريخ المنطقة. تتوسط الحي ساحة محاطة بالمتاجر التقليدية الرائعة. حي النصب. يمكنك أن تتعرف على تراث مدينة أبها في أحيائها التاريخية التي تعود لمئات السنين بطريقة بنائها الفريدة وطرقاتها الزاخرة بهوية المنطقة القديمة، ومن بينها حي النصب التاريخي الواقع وسط أبها الذي تعود تسميته إلى الصخور التي تم نصبها تحت مبانيه لحمايتها من الوادي. تعكس مباني الحي الطينية القديمة النموذج القديم لبناء المساكن التي ما زالت تحتفظ بمتانتها رغم مرور ما يزيد عن 200 عام على إنشائها، فيما تتميز تلك المباني باحتفاظها بهوية عسير الغنية الألوان والزخارف التراثية والقط العسير الشهير. من أهم المعالم الحي مسجد النصب التراثي الذي أسس عام 1101 للهجرة، ثم أعيد ترميمه ليصمد ويكون واجهة تراثية وتاريخية مليئة بالملامح العريقة. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرتنا الثقافية الأسبوعية، وراح نتعرف معاكم اليوم على رواية وكادت حياتي تنتهي. هذه الرواية تتناول بين صفحاتها قصة اجتماعية في سياق أحداث تشويقية. فتفاصيل أكثر مع ضيفتنا في الاستديو كاتبة الرواية الأستاذة جهينة مسعود. صبحك الله بالخير أستاذة ونورتينا. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا لوجودك اليوم معانا أستاذة. ونبي نتكلم عن رواية وكادت حياتي تنتهي. حلو هذه يعني المسمى اللي سميتيه للرواية، وعنوان الرواية جدا يجذب. أتوقع أن أكيد كانت هناك تعليقات كثيرة حول عنوان الرواية. أكيد. الرواية تتكلم عن أم
قاعدة تحارب مو علشان نفسها بس علشان عيالها وعلشان تحافظ على بيتها. فيتلاقي صعاب سواء كانت بالبيت أو برا البيت. حلو، ذكرنا أن الرواية كانت عن أم تحاول أن هي تحافظ على أسرتها. ليش اخترتي هذا الجانب بالتحديد من الروايات الاجتماعية؟ أحب الروايات الاجتماعية اللي تتناقش حالات البيت الموجودة. ساعات بعد تكون الأمور اللي تصير الإنسان مو من خارج البيت، إذا صارت من داخل البيت هذه هي تكون الأصعب. صحيح. طيب أكيد خلال هذه الرواية ركزتي على جوانب كثيرة أيضا، جوانب اجتماعية في مجتمعنا الحالي ممكن أي شخص أي أسرة أي أم تعيشها. نبي نتكلم عن هذه الجوانب. أولا الحب والاحترام يكون متبادل ما بين كل أفراد الأسرة، خصوصا بين الأب وما بين الأم، والثقة. إذا انعدمت الثقة خلاص ما في أي حب يكون. جميل. طيب حب الاحترام والثقة، لكن في قيم أكيد حبيتي إن أنت توصلينها أيضا من خلال هذه الرواية الاجتماعية. الترابط ما بينهم يعني حتى لو صارت الأمور برا البيت لازم المحتوى يكون في البيت. يكون الأب تكون الأم كلهم يحتمون بعضهم البعض عشان ما تزيد المشاكل. حلو. طيب أستاذ احنا نبي نتكلم عن بدايتك، وش اللي خلات ودفعت إن أنت تكتبين هذه الرواية، وكم خذلت وقت لين ما انتهيتي منها أيضا؟ هو البداية كانت بخواطر. كنت أول شيء مثلا مع مجلة أوكي، وبعدين ابتدأت بصفحة الانستغرام مالتي كنت أنزلها أسبوعيا بعنوان أخط بقلمي. بعدين فكرت لازم تكون إن هي رواية ككامل وتكون بإيد الكل ويقراها. حلو. طيب يوجد تقريبا يمكن أخذت مني 3 أشهر ما بين 3 إلى 4 ساعات يوميا على ما كتبتها. 3 أشهر؟ لأن كانت الفكرة أساسا موجودة في باله، والنهاية بعد راسمتنا شنو بسويها. بس كانت الأحداث تحتاج الوقت. حلو. ترى الوقت يعتبر قليل أستاذة بالنسبة حق الكل شوف، لأن كانت الفكرة أساسا موجودة عندي. فعافتنا بالضبط شلون ببتديها شلون بنيها، بس المحتوى داخل شلون الحوار هذا اللي أخذ مني وقت. حلو. طيب شو اللي خلاك تركزين على هذه القضية بالتحديد؟ يعني قضايا كثيرة في المجتمع، لكن قضية الأسرة بالتحديد والأم كيف ممكن هي تحافظ على أسرتها قضية خلينا نقول استثنائية شوي، مو الكثير يتطرق لها. صح. الأم هي الأساس مال البيت. فإذا ضاعت الأم كأن البيت كامل ضاع. فكانت أمينة كانت تحارب علشان هذا الشيء، تحارب علشان بيتها. حتى لو صارتها ظروف كانت تقاسيها، بس أهم شيء إن عيالها ما يدرون بشيء ويعيشون بحب. طيب دائما الكاتب يتأثر بالشخصية الرئيسية لما يكتب عنها في الرواية. صح. هل تأثرتي في البطلة؟ عدل، أمينة كانت المحتوى الأساسي إلى الرواية مالتي، فأنا عطيت طاقة كل حق أمينة وفي حوارها، لدرجة إن كل اللي قرأ مو بأنا اللي تأثرت، اللي قرأ الرواية هو اللي تأثر بها، ودائما خلط الموضوع بيني وبين أمينة. حلو. طيب كنت أسولف معاك أستاذة قبل الهوى، وكنت أتكلم عن الرواية هل هي كانت واقعية أم فيها من الخيال، فخبري السادة المشاهدين. الرواية حقيقية بس الأحداث اللي فيها اللي أي أحد يقراها دائما يتوقعها خيال، يقول مستحيل هاي تصير على أرض الواقع. بس أنا أقول لكم صح، تصير على أرض الواقع. حلو جميل. طيب يعني الكاتب دائما لما يبتدي في رواية معينة، وخصوصا لما تكون هذه الرواية حقيقية مثل ما تفضلتي أستاذة، لازم عنده أهداف معينة يحب أنه هو يوصلها للجمهور لما يقرون هذه الرواية. شنو الهدف الرئيسي من هذه الرواية؟ الهدف منها أن أقول إلى صاحب البيت هذا المرة إذا جت تشتكي إليك من أي أمور صارتها برا، أنت لازم تحتويها في هذا الموضوع، ما تكون ضدها. يعني يكفي اللي جرى عليها برا على البيت، بعد أنت لازم ما تكون بعد ضدها. والخيانة، الخيانة ساعات ما بتكون بالفعل نفسه، ساعات بالحكي وغيره، هذا بعد يحطم منها. حلو. طيب إلى أي مدى تحسين أن ممكن هذه الرواية تأثر بقارئها؟ يعني اللي شرى الرواية وقراها ممكن يتأثر. أقول أي شيء تقاسم منه لا يحبط منك، بتوقف من جديد، بس خلي تكون عندك إرادة. حلو.
حلو، وإن شاء الله الجميع عنده إرادة أستاذة، ويعني ما شاء الله مثل هذه الروايات أكيد راح تفيد المجتمع. صح. وتفيد القارئ في أي مجال كان وأي جانب كان أنت ركزتي. صح. عليه في هذه الرواية. صح. كل الشكر لك أستاذة. شكراً لك. شكراً لك. مشاهدينا ننتقل لموضوع ثاني. أبناء مملكتنا الغالية مملكة البحرين مخلصين ولهم مكانة خاصة، وإنجازاتهم تشهد لهم بهذا الحب والولاء المتمثل بالعطاء اللا مشروط لمملكتنا الغالية مملكة البحرين. عبد الرحمن الشيخ سفير الخير لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من الشباب البحرينيين اللي قدروا خلال فترة قصيرة إنجازات أنهم يحققون إنجازات كثيرة ونجاحات كثيرة في مختلف الأصعدة، إلى جانب تمثيله لمملكة البحرين بصورة راقية ومثالية يطمح شباب جيله للوصول لها. نتابع مع بعض التقرير التالي ونرجع لكم من جديد. عبد الرحمن جليل الشيخ شاب بحريني يبلغ من العمر 21 ربيعاً، لكن طموحه وإنجازاته تخطت سنوات عمره من خلال قدراته وشغفه بالنجاح وحرصه الدائم لتمثيل مملكة البحرين على مختلف الأصعدة. بدأ الشيخ رحلة النجاح في عمر 15 عاماً عبر الكتابة في الصحف المحلية وبمختلف الشؤون، وكان أول وأصغر رئيس يترأس إدارة التنسيق والعلاقات العامة في إحدى الأكاديميات الخاصة، وأول رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة بمجلس الشباب في جلسته الأولى. كما ساهم عبد الرحمن بتطوير الهوية الإعلامية في مكتب أمين عام إحدى الجهات الحكومية، وكمتدرب بهيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى، ونال الكثير من العضويات بالمجان والخبرات والتجارب والشهادات، كان أبرزها شهادة القيادة عن مركز الملك حمد للتعايش السلمي بالتعاون مع أكسفورد وكامبريدج كسفراء عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حتى نال على منصب لأول سفير للخير للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ولا زالت لقصص نجاحه وصولا قادمة يطمح لتحقيقها تمكينا لمملكة البحرين بكل عز وفخر. مشاهدينا، ومن بعد ما شفنا هذا التقرير عن ضيفنا عبد الرحمن الشيخ، يعني أتوقع هذا التقرير كفى ووفى، ولكن إحنا ما بنكتفي ويبنا واستضفنا عبد الرحمن الشيخ ويانا في الاستديو سفير الخير لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. صباحك الله بالخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا بحرين، وصباح الخير على كل مشاهد. صباحك ورد. يعني بداية سمعنا التقرير وشفنا مقدمة مختصرة عن عبد الرحمن الشيخ، احنا نبي نبتدي من البدايات، نسولف معاك شوي عن السيرة الذاتية ونتكلم عن طفولتك خصوصا في الدراسة. الله يسلمك وشكركم على الاستضافة. تلفزيون البحرين دائما هو الداعم لكل شاب ولكل شابة، بل لكل شخص على هذه الأرض الكريمة. صحيح. طفولتي يمكن تكون بدايتها حالها حال أي طفل بدأ حياته. يمكن التغير كان عند وفاة الوالد الله يرحمه بسن صغير، ولكن الله كرمنا يعني بوالدة، هي سند، هي داعم، ما قصرت في أي شيء، ولين اليوم إحنا إن شاء الله نكون أبناء يعني أوفياء وبارين بها إن شاء الله بإذن الله. المدرسة يمكن هي كانت أتذكر طفولتي اللي بدأت فيها، ذكريات جميلة ما تنسي لين اليوم. يمكن كلنا نتفق أن الأيام المدرسة هي دائما تكون غير، بالتحديد أنا كنت في مدرسة لمدة 14 سنة نفس المدرسة. نعم. فأستذكر فيها لحظات وايد مو بشوي. يمكن أنا اللي
بيني وبين نفسي كنت دائما افكر اقول بكون متميز عن غيري باي صوره ممكنه، مو بس من الناحيه الاكاديميه، من الناحيه حتى الاجتماعيه والانشطه اللي تقدمها المدرسه. وهذه فرصه ان انا اتشرف، يعني استذكر الاساتذه اللي ما انساهم لين اليوم، والحمد لله ان الله قدرني انا على تواصل معهم لين اليوم. الحمد لله. الاستاذه عايشه محمد جناحي مديره مدرسه عبد الرحمن كون الدوليه، هذه الانسانه يعني ملهمتي كانت بالنسبه لي من الصغر. كنت اتابع عن بعد دائما، هاي شيء غريب ان بواحد بهالسن يتابع شلون مديره تدير مدرسه، شلون تكون متواجده في يعني الميدان التعليمي وتحاول ان تكون حول طلبتها. استذكر استاذه مرفت مراد، مها يونس، استاذه مها الترك، انيسه حسين، اسامي كثيره ما تنسي كان لها البصمه. حلو جميل. طيب احنا الحين تكلمنا عن المدرسه واستذكرنا بعض الاساتذه، لكن الحين نبي نتكلم عن انخراطك في مجال الكتابه. يعني في عمر صغير 15 سنه تقريبا بديت تكتب في الصحف، شيء مو قليل، وشاب في بداية عمره يبتدي يكتب للجمهور، شيء وايد كبير. إيه والله بداية بالنسبة لي، يمكن حتى أنا اللي كنت نوعا ما متردد، لأن ما بالك أن تكتب في صحف محلية يعني بين كتاب مخضرمين وبسن كبير وبسنة يعني بخبر عفوا لمدى سنين طويلة. ولكن كنت أبي أكسر هاي الحاجز، يعني حسيت بيني وبين نفسي أبي أكسر هاي الحاجز، أنه متعودين على الكتاب يعني والنعم فيهم أكيد، ولكن إنه يكون لهم سن معين. لا بالعكس، يعني حسيت إنه لازم أدخل بشيء. وأمانة يعني أتذكر أول مقال نشرته كان بسيط، ما يأخذ يعني حتى مساحة كبيرة، ولكن كان بعد عن المدرسة، تقدير مني ووفاء مني بالنسبة يعني نيابة عن الطلبة، واستكملت. لكن شفت إن لازم كنا نظهر يعني بصورة حسنة للمواطنين، ان احنا نخدم بلادنا عن طريق الكتابه. حلو. فبديت باقتراحات كثيره قدمتها، والحمد لله احنا في بحرين يعني في بلد قائم على التعاون دائما مع كل اطياف البحرين من مختلف الفئات، فكان في تعاون، وهاي الشيء شجعني ان انا استمر اكثر واكثر. حلو، ذكرت ان هناك كان في تعاون، لكن كيف لاحظت وشفت رده فعل الجمهور، خصوصا لمن يعرفون انه والله عمرك صغير؟ أمانة يعني أحيانا بعض الأشياء اللي كنت أكتبها من مقالات يعني في مختلف الصحف الموجودة في البحرين، ومنها أحيانا كنت ألتقي بهالشخصيات اللي تكون يعني هي صاحبة الجهة اللي أنت توصل لها الرسالة، أمانة ينصدمون أنه يعني واحد بسن صغير، لكن كنت أتشرف بهذا الشيء. يعني كان لي دافع، لأنه ما حسيته شيء معتاد، أو بالأحرى أن الجمهور بنفسه كان يحسسني أن هذا شيء مختلف أنت قاعد تقدمه. حلو جميل. طيب إحنا تكلمنا عن الكتابة في الصحف من عمر صغير، لكن أنت ما اكتفيت بذي الشيء، حاولت أن أنت تستثمر في نفسك عبد الرحمن، وتحاول أن أنت تنخرط في جميع المجالات وتثقف روحك وتنمي نفسك. حدثنا عن هذا الجانب أيضا. هذه الجانب يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى ينعم كل شخص بنعم مختلفة، ومنها تكون في قدراتك وإمكانياتك. ونفس ما قلت في بداية هذه اللقاء وفي تقريركم الممتاز اللي عرضته، أن أنا كنت أبحث عن شيء اللي يخليني أفكر أكبر من عمري. يعني هي مو بغرور أكيد، ولكن كان فيني هاي الدافع اللي أبغي أكون غير بكثر ما أقدر. الحمد لله يعني انخرطت في جانب الإعلامي، يمكن وصلت للجانب الإداري بعد. وطبعا العمل الإنساني هذه بحر بالنسبة لي أنا، يعني قريب منه وايد. حلو. طيب ذكرت التقرير اللي مساعة عرضناه، احنا نبي نتكلم عن التقرير، وشفتك يوم عرضنا تقرير كنت تطالع التقرير. شعورك وانت تشوف التقرير يتحدث عنك، عن سيرتك، عن انجازاتك، عن المحطات اللي مريت فيها؟ والله التقرير هذه بالنسبة لي الحين مؤثر وايد، وهي شيء موجود في داخلي وانا قاعد استشعره بصورة وايد كبيرة. لكن اعتقد هذه بداية مو بنهاية، يعني مو بنهاية. أنا الحمد لله أحمد الله أن أنا أنجزت، وأن أنتو تلفزيون البحرين يعني أتشرف بأنه يقول لي أن أنا أنجزت، ولكن أعتقد هذه توها البداية اللي أنت بحاجة أنك أنت بعد تستمر أكثر وأكثر. يعني
ما أعرف شلون أقدر أعبر مثل ما قلت. فعلًا أنا حرفيًا حاليًا قاعد أستشعر بالفخر لأن أشوف هاي التقرير وأشوف أنا أقول والله هذه أنا يعني شيء بالنسبة لي دافع أن أنا أقدم أكثر إن شاء الله. وإحنا نفتخر فيك ونفتخر بأن أنت كنت أول رئيس للجنة شؤون الشباب في البرلماني الشبابي. حدثني عن هذه التجربة، يعني هاي شيء فخر لنا كلنا. هذه إضافة بالنسبة لي يعني ما أنساها لو مهما مر الزمن. أتذكر هو كان تحدي بنفس الوقت لأن في طبعًا هي هذه الجلسة كانت في الفصل التشريعي الخامس بتوجيه من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب آنذاك وسفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر. كانت معاليها يعني مركزة بأن كيف ممكن تترجم التوجهات الملكية السامية في دعم الشباب والطاقات وكيف نخليهم إنه يعني يشتركون في كل المجالات. حلو. المكان المجال التشريعي مو بمجال سهل طبعاً. ولكن بعد مو بمجال صعب للتعاون والتنسيق الموجود ما بين السلطات الثلاث في مملكة البحرين، ويمكن تحديدا في العمل البرلماني بين التشريعية والتنفيذية أكثر. طبعا هي قبل هذه الجلسة سبقتها تقريبا 3 أيام لكيف احنا نثقف الشباب عن الدور البرلماني وشنو الإجراءات اللي يمر فيها القانون نفسه حتى يصدر بصورته في الصحيفة الرسمية. فكنا في اللجان الفرعية اللي هي كانت طبعا شباب من مختلف العمر من مختلف الفئات، ونفس يعني بالرغم أنها كانت جلسة محاكاة ولكن كانت واقعية من ناحية التشريعات الموجودة شلون كنا يعني نناقشها. ففي هذه اللجان فيما بيننا فكان يقولون من يبي ترشح لرئيس، وانا يعني تعرفون في انا يعني صار فيني الطاقة قلت انا برشح نفسي رئيس. ما كنت متوقع خصوصا لان كانت فترة كورونا فهذه كان تحدي على فكرة، لان شلون انت بتقدر تكون تجربة اولى بالنسبة للشباب وبالنسبة حتى للمجلس نفسه اللي نظم هذه الجلسة أنها تكون في وقت جداً يعني ظرف صعب، وشلون ممكن أن الشباب يعني يا أما أن بيرفعون من هذه الجلسة أو أن بيكونون على مستوى ما يليق نوعاً ما، ولكن طبعاً البحرينيين ما عندنا شيء اسمه ما يليق دائماً فوق يعني في فالحمد لله يعني، والجلسة خذت يعني صداها على مستوى العالم مو بس في البحرين الحمد لله. طيب احنا نبي نتكلم عن تعيينك كأول سفير في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، هذه بعد شيء وايد حلو. الله يسلمكم. طبعا هذه أنا بعد لكل شيء أنتم تستذكرونه بالنسبة لي محطة، وكل محطة أقول أنا أفتخر فيها، واللي يخليني أفتخر أكثر هو شهادتكم الله يحفظكم. الله يسلمك. طبعا المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية هذه المشروع اللي تفضل به صاحب الجلالة الملك المعظم الله يحفظه، اللي بدأت بمراحل من كانت لجنة إلى وصلت إلى مؤسسة لأنها تدعم أكثر من 10,000 يتيم ويتيمة على مملكة البحرين، وتشرف أنا كنت واحد من هالأيتام وأن اليوم أصبح أن أنا أمثل هذه الأيتام. طبعا هاي الأولاد دعم من المؤسسة اللي يقودها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الله يحفظه شيخ الشباب شيخ الداعمين دائما، لأن نكون إحنا في يعني في الصف الأول. هذه بناء كان على ترشيح ومتابعة ودعم من سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. هذا الرجل اللي يعني أعطى كل ما يملك من دعم لي ولكافة الأيتام. صحيح. وهذه بالنسبة لي يعني طريق أكثر أني أزيد من طاقتي لدعم العمل الإنساني والدعم للعمل الخيري. حلو. يعني تحدثت في بداية حديثك أستاذ وذكرت العمل الإنساني، والحين بعد تكلمت عن العمل الإنساني وقلت أن العمل الإنساني بالنسبة لك شيء ثاني ومختلف. حدثنا عن حبك للعمل الإنساني. والله أول شيء أحمد الله على هذا الشيء لأنه أعطاني قلب يعني يحس باللي حوله يحاول يكون لهم يساندهم ولو شيء بسيط. يمكن أبا جاوبك بموقف معين صادق ما بالك أن أنت تفتح تلفونك ويوصل لك مسج أنه نشكرك لأن قدرت تساعد إنسانة بعيد الشر مصابة بالسرطان لأنها تتعالج. فإيش كثر هذا الشيء يعني مؤثر ويخليك أن تعطي أكثر وأكثر. أنا النوع اللي يعني
بيني وبين نفسي أقوم بالعمل الإنساني، ولا أحب أتكلم بالضبط في شنو. نعم. يمكن البعض بيقول الحين هذه عمر صغير، وين أي عمل إنساني سواه مثلا؟ صحيح. يعني كفكر، لا ترى العمل الإنساني ما هي على صورة معينة، أنت مو شرط تدفع مال على أساس تقول أنا سويت عمل إنساني. تعملك الإنساني ممكن يكون لك أنت وقفت مع أحد في موقف صعب، ساندت، أو كنت وسيلة لأنك أنت تفتح له طريق، الله سبحانه حطك في هذه هذه الموقف. جميل. طيب ننتقل لموضوع ثاني، زيارة البابا فرانسيس للبحرين كانت لك دور في هذه الزيارة، ويعني بصمة خلينا نقول. نبي نتكلم عن هذه الزيارة ودورك. اي طبعا أرد أقول الشكر لكم تلفزيون البحرين اللي كنا نشوف إحنا بنفسنا في الكواليس، والإعلاميين المحترمين مثلكم وشرواكم وهم يعملون بصورة بث مباشر في نقل كل المحطات والمواقف اللي كانت تتعلق بزيارة قداسة البابا فرانسيس، اللي كانت تمثل يعني التسامح والتعايش السلمي والمحبة ما بين الأديان. صحيح. وهذه كلها إحنا نلتمس يعني من رؤية ملكية قائمة على العمل الإنساني وقائمة على روح التسامح. سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم الله يحفظه، كنت أتكلم عن مدى تأثير هذه الزيارة على الشباب نفسهم في زرع مبادئ التسامح، في يعني ترجمة وتفعيل كل الأسس اللي تتعلق بالتعايش السلمي. وصاحب الجلالة يوم عنده مركز الملك حمد للتعايش السلمي، وهو هذه يعني خير دليل لهذا الفكر اللي يملكه صاحب الجلالة وينشره على شعبه الكريم. صحيح، ذكرت مركز الملك حمد للتعايش السلمي وحصلت شهادة من مركز الملك حمد للتعايش السلمي، نبي نتحدث عنها. طبعا هذه البرنامج تحت تنسيق من مركز الملك حمد للتعايش السلمي، بحيث انهم يخرجون قادة يمثلون البحرين ويمثلون صاحب الجلالة الله يحفظه. صحيح. طبعا هذا البرنامج كان يضم يعني على عدد كبير من المشاركين، مو من البحرين فقط، كان من دول العالم، بحيث كانت في يعني دورات وفي تطبيقات عملية بصورة مستمرة، كانت لمدة أيام يعني ما كانت مقتصرة على ساعة ولا ساعتين، بحيث أنهم يخرجون قادة عندهم هذه المهارات القيادية، وكيف ممكن أهما يعني يستثمرون بهذه النوع من المواد اللي تقدم بحياتهم اليومية. يمكن هذا البرنامج كان تقريبا من سنة إذا ما خابني يعني ظني، فكانت فترة فيها كم كبير من الشباب المشاركين اللي كان من مختلف الجهات ومن مختلف يعني المؤسسات. فهذه الشهادة بعد كانت يعني لها إضافة لي بالنسبة لي، أنا استثمرتها من ناحية كيف أدير بعض الأمور اللي تكون تيك بصورة يعني مفاجأة. حلو، ما شاء الله عليك، شهادات ومشاركات وبصمات واضحة في مملكتنا الغالية مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين أيضا. ما شاء الله عمرك في بداية العشرينات عبد الرحمن، ولكن يعني أتوقع الإنجاز اللي سويته يفوق هذا العمر تبارك الرحمن. أنا في سؤال دائما أسأله للمتميزين والطموحين، عقب 5 سنين عبد الرحمن شي تشوف نفسه؟ عقب 5 سنين مستمر ولكن بصورة أكبر، فيني ولاء مو طبيعي للبحرين أمانة، يعني أحب البحرين. البحرين بالنسبة لي أعطتني أشياء وايد، لولا البحرين إحنا ما قاعدين الحين في بث مباشر قاعدين نلتقي. نعم. البحرين لها دور كبير في عبد الرحمن نفسه، فحاول أرد الجميل. وطموحي يمكن مو بعد 5 سنين، بعد السنين اللي قدام، إن أتم فعلا أبقى سفير لهاي البلد، أمثلها على كل دولة من دول العالم، وأبين فعلا البحرين اليوم لولاها إحنا ما وصلنا ولا سوينا شيء. يعني الصراحة إحنا نفتخر فيك ونفتخر بالإنجازات اللي قدمتها ونفتخر بعمرك، لأن هذا الشيء يعني دافع للشباب إن هم يبتدون يتحركون يقومون يحاولون يحطون يدهم في كل مجال، لأن هم يقدرون مهما كان عمرهم سواء كانوا صغار أو حتى كبار. كل الشكر لك عبد الرحمن لوجودك اليوم معنا. شكر لكم، والشكر لهاي البرنامج اللي يعني ضمن برامج تقوم عليها تلفزيون البحرين،
تلفزيون البحرين أنا أقول التلفزيون عالمي اليوم في طاقاته وفي ظهور إعلامكم. الله يسلمكم. الله يحفظك، شكرا لك. الله يسلمك. الله يسلمك. مشاهدينا طبعا يعني شبابنا البحريني مهما قلنا عنهم ما بنوفي حقهم وحق بصماتهم الموجودة في المجتمع. محمود الحايكي شاب وفنان بحريني من ذوي العزيمة مثل مملكتنا الغالية مملكة البحرين في المهرجان الدولي للفن والموسيقى الداعم للإنسانية والسلام من خلال الفن ودعم ذوي العزيمة في مثل هذه المهرجانات الدولية. خلونا نتابع معاكم مقطع ونرجع لكم من جديد. Just like a switch, turn on your light. And like the stars, just shine Everything there is complete, the universe. You don't need to be told that you are part of it too. Yeah, it is not just you alone. يعني مشاهدينا ما أقدر أتكلم بعد هذه الأغنية وهذا المقطع، وراح أبتدي أكيد في الترحيب بفناننا معانا اليوم في الاستديو الفنان محمود الحايكي. صبحك الله بالخير فناننا المبدع. ربي يسلمك خليك إن شاء الله.
أنا ما بتطرق عن مشاركتك في البداية، أنا بتكلم عن المشاركة اللي شفناها في دار الأوبرا، حدثنا عنها وعن هذا الجمهور الهائل اللي كان موجود في المسرح. الحمد لله تلقيت دعوة أنا من أرمينيا من نايراس حق المشاركة في المهرجان. نعم. كوني أول شيء عربي وبحريني خليجي، وشافت هي الأعمال مالي السابقة. نعم. عجبتها وايد، قالت لي نبيك تقدم أشياء باللغة الإنجليزية. حلو. ما راح يكون بالعربي، باللغة الإنجليزية. طبعا كان تحدي لي إن أنا أسوي شيء بالإنجليزي. والحمد لله رب العالمين توفقت وسويت شيء بالإنجليزي ورحت هناك على الستيج. حلو. الستيج هناك يعني شعور رهيب، أول شيء إن أنت تكونين في دار الأوبرا في دولة، فيكون أكبر مسرح في الجمهورية الأرمينية، وكذلك كانت فل من الجمهور، فكنت جدا سعيد ومستانس، ونفس الوقت كان في رهبة. صحيح. الحمد لله وقدمت اللي علي ورجعت. حلو حلو، احنا يوم شفنا هذه اللقطات كنا مصرين ان احنا نعرضها لان شيء وايد جميل، يعني شاب مثلك يمثل مملكتنا الغاليه خير تمثيل، هذا شيء مو سهل. انا بتكلم عن المشاركه اللي شاركت فيها والعمل اللي قدمته ايضا، وش كثر خذالك وقت في التجهيز له؟ طبعا العمل من تلقيت الدعوه الى وقت المهرجان كان في البدايه شهرين بس، فكان جدا صعب ان احنا نطلع الفكره ونشتغل عليها ونسجل ونجهز الموسيقى وكل شيء. طبعا انا حق عمل باللغه الانجليزيه اكيد بتعامل مع ناس بروفيشنال. صحيح. في الاعمال الانجليزيه اتعاملت مع اشخاص من برا البحرين. حلو. من دوله غانا. اللي هو سيجنيكور بيبلز، تعاونت ويانا، هو عنده استديو عنده تسجيل وكل شيء، فساعدني في تجهيز الكلمات، ساعدني ان انا اعطيته الفكره للعمل كامل وساعدني في التجهيز، وسجلت عندي في الاستديو مالي، عندي استديو صغير في البيت. الله. مسوي لي، فسجلت فيه ورسلت انا الفوكلز وكل شيء، وهو اشتغل على الموسيقى والميكس مالها. حلو حلو. طيب نبي نتكلم عن بداياتك في الفن، يعني ذكرت ان انت عندك استديو في البيت، معناته شيء مو هين بالنسبه لك، انت حاب الموضوع ومخلي عندك في البيت يعني جزء خاص في البيت للموسيقى، فحدثنا عن بداياتك. الحمد لله مثل فكره العمل، بقول لكم انا فكره العمل وانطلاقا منها بقول لك شلون يعني بداياتي كانت. حلو حلو. طبعا فكرة العمل تقول ان مهما كان وضعك، سواء كان عندك اعاقة ما عندك اعاقة، حاس روحك يائس في البيت، الله ما خلقك عبث. نعم. انت انخلقت لانك لك دور في المجتمع. صحيح. لك دور ان انت تكمل الحياة، الحياة ما تكمل الا بك. صحيح. وانا كوني شخص من ذوي الاعاقة، يمكن جسمي مو بالوضعية الصحيحة، أو يمكن أن عندي ضعف وما أقدر أشيل واحد، هذا مو دوري في الحياة، الله أعطاني العقل وأعطاني الصوت، والحمد لله رب العالمين قاعد استخدم هذين الشيئين عشان أن أنا أوصل الرسائل وأوصل الأفكار اللي ممكن تقوي الناس حولي وتقوي الناس اللي حولك. ألتقي فيهم، يعني مو بس في الإنشاد، عندي كذلك في الخطابة أقدم خطابات توست ماستر. حلو. ومع نادي العزم أنا. ما شاء الله. الحمد لله. فبداياتي كانت من عمر 14 سنة، كان حلمي أن أنا أصير منشد. حلو. وبديت من ذيك المرحلة أن أنا شوي أشارك مشاركات بسيطة، إلين الحمد لله توجهت لتسجيل في الاستديوهات، تالي أن صار عندي شغف أن أنا أهندس الأعمال اللي أنا أشتغل عليها، أنا اللي أهندسها، لأن في ساعات في أفكار أنت تقول حق الواحد نبي كذي كذي كذي، مهندس صوت يمكن ما يعطيك الشيء اللي تبينه بالضبط. صحيح. فمن انطلاقا من هذه سويت لي استديو صغير في البيت، يمكن أن أنا بحكم أن وضعية يدي ما أقدر أن أنا أعزف الموسيقى، أعتمد على ناس ثانيين، بس الهندسة الصوتية والمكساج وكل شيء
يكون عندي أنا في الاستديو. تعلمت الهندسة والمكساج، شلون تعلمت؟ الله يخلي اليوتيوب. الله يخلي اليوتيوب. إيه وكذلك يعني ربعي ساعدوني أمانة، يعني اللي عندهم استديوهات ساعدوني في عدة أمور بالميكس وال. حلو. طيب نرجع للمهرجان شوية ونبي نتكلم عن الجهات الداعمين لك في هذا المهرجان. الجهات اللي داعمة لي في هذا المهرجان الحمد لله المؤسسة الوطنية لذوي الإعاقة. نعم. دعموني. وكذلك هيلتون جاردن ان المكان اللي اشتغل فيه، وفخور ان انا اشتغل في هذا المكان لانه مو بس مكان شغل، صار لي بيت ثاني ويدعموني وينمون موهبتي امانه. الله. يعني من كل نواحي الدعم قاعد يدعموني. حلو. مو بس الماديه عشان انا اسافر وارجع. حلو. والحمد لله يعني ان يمكن هذه الشيء اللي يواجهه مثلا خلينا نقول اللي في بداياتهم او الفنانين الصغار يمكن قد تكون شوي المادة هي العائق اللي يخليهم انهم ما يقدرون يسوون اعمال كثيرة او ان يسافرون للمشاركات الخارجية. وشكرا لهم صراحة على هذا الدعم. اكيد شكرا لهم. ونبي نتكلم عن وجهة نظرك كفنان كمبدع كإنسان، ممكن ان انت تصنع موسيقى مكساج ومونتاج وغيرها من هذه الامور، هل مملكتنا الغاليه مملكه البحرين بحاجه لمثل هذا النوع من المهرجانات؟ مثل هذا المهرجان اكيد. نعم. امانه يعني اللي شفته انا هناك شيء وايد حلو، انه يكون فنان له شهرته ومعروف مو بس على مستوى ارمينيا، على مستوى العالم اي يشارك شخص من ذوي الإعاقة عنده الشغف انه هو يكون يغني. فيكونون هم مع بعض مشاركين في عمل واحد ويغنون مع بعض على الستيج. حلو. احنا قاعدين نطالع هذه الصوره، هذه اتوقع قبل العمل اللي قدمته. ايه حلو. هذا الصوره خارج دار الاوبرا. حلو. قبل لا تشتغل، وهذه عقب ما خلصنا وقفت انا مع صديقي من ارمينيا وصديقي سيد جليل اللي ساعدني صراحة انه سافر وياي وكان لي داعم هناك. هذه اثناء تقديم العمل. تقديم العمل. هذه في اول يوم الافتتاح مال المهرجان. حلو. لان اول مهرجان متكامل، يعني ان اول يوم في فقرات تقدم كتمثيل وفي بعضهم انه يغنون. وكذلك في اللي هو المعرض اللي عندهم فن في الرسم، اللي عندهم في النحت، اللي عندهم في الفخار وكذا، معروضة أعمالهم هناك. والجانب الثاني فيه اللي هو دروس تقدم، دورات حق أهالي الأشخاص من ذوي الإعاقة وكذلك المتخصصين اللي يدرسون في المعاهد والمدارس، إن كيفية التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات اللي عندهم. والمهرجان العود اللي يصير هذا آخر شيء اللي يقدمون فيه الفنانين مع الأشخاص من ذوي الإعاقة اللي أنت قدمت فيه. إيه. حلو حلو. طيب يعني المشاركة في مثل هذا النوع من المهرجانات شنو أضافت لك؟ أمانة أضافت لي الكثير. يعني من ناحية خلينا نقول الأشخاص اللي قابلتهم هناك من ذوي الإعاقة، إن شلون قادرين هم أساساً، يعني أشخاص مكفوفين شفتهم هناك يعزفون على البيانو، يعزفون جيتار، يعزفون على عدة آلات هناك. وشفت شلون التكاتف لما يكون الأشخاص مع ذوي الإعاقة بالتعاون مع أشخاص خلينا نقول سليمين ويكونون مع بعض فريق واحد يطلعون شيء رهيب، مبدع رهيب. أكيد. فجدا أنا أمانة وايد بخاطري إن نسوي شيء كذي في البحرين، وأتوجه صراحة لسمو الشيخ ناصر. نعم. شيخ الشباب، بأنه يدعم مثل هذه المهرجان. ممكن إحنا نتعاون معهم ونسوي المهرجان الجاي او اللي بعده في مملكه البحرين ان شاء الله، ونكون شاركنا مو بس بفنان هناك، بالعكس احنا جبناهم ودعمنا الفنانين البحرينيين والخليجيين كذلك وسوينا المهرجان هنا في البحرين. ان شاء الله فكره جدا جميله واتمنى يعني تؤخذ بعين الاعتبار. يا رب. نبي كلمه اخيره توجهها للجمهور. كلمه اخيره احب اتوجه لهم واقول لهم انه ما في شيء مستحيل. صحيح.
بالعكس، يمكن تكون انت عندك اعاقه وقاعد في البيت وتقول انا ما اقدر اطلع ما اقدر اروح. اكيد عندك موهبه، عندك شيء، وانت في البيت تقدر انت تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي باب وايد عود ينفتح لك فيه. صحيح. وما تدري في اي لحظه ممكن يرن تلفونك ويقول لك تعال يا فلان نبيك للمشاركه لكذا والكذا، او نبيك تحضر معنا هذا المهرجان. الله، وان شاء الله هذا الشيء اللي صار لي والحمد لله على هذا الشيء. ربي لك الحمد ولك الشكر الحمد. واتمنى ان هذه الكلمه توصل للاشخاص اللي ما يحبون يطلعون وما يحبون يشاركون. بالعكس المشاركه جدا جميله. انا اتوقع انت حطيت بصمه مو بس في البحرين، حطيت بصمه خارج البحرين، واكيد هذا الشيء مفتخر الحمد لله، وهذا فخر لي ان انا مثل مملكتي مملكه البحرين. شكرا لوجودك اليوم معنا، واحنا نفتخر فيك يعني في جميع المجالات. شكرا لك. مشاهدينا، من بعد هذه الفقرة الملهمة نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم. كانت كالعادة حلقة مميزة بتميز ضيوفها اللي نورونا ونوروا استديو شمس البحرين. نشوفكم باكر على خير، ومع السلامة. Shine your light.